الأسد الإفريقي. تكون الأسود الذكور عادة أكبر من الإناث، ولها شكل مميز من الشعر الكثيف حول رؤوسها. كما يتميز الأسد الإفريقي بفرو بني رمادي يغطي جسمه كله. يمتلك أيضا الأسد الإفريقي عظاما إضافية في مفاصل إصبع قدميها تعطيه المزيد من الحركة، كما أن له مخالب حادة مدببة. الأسود عامة هي قطط اجتماعية جدا وتعيش في مجموعات كبيرة تسمى الزمرة. فمجموعات الأسد الإفريقي تختلف عن مجموعات الأسد الآسيوية، حيث تتكون المجموعات لدى الأسد الإفريقي من 3 ذكور ونحو 10 من الإناث وصغارهم. فالزمرة تكون لديها ما لا يقل عن 40 عضوا بداخلها. الأسد الإفريقي يتراوح طوله ما بين 1.4 متر إلى 3 أمتار من رأسه إلى بقية جسده. أما عن ذيله فما بين 67 إلى 100 سنتيمتر. وعادة ما يزن الأسد الإفريقي ما بين 120 إلى 191 كيلوغراما. وهناك بعض أنواع الأسود تميل إلى أن تكون أكبر من ذلك بكثير، فيصل وزنها من 120 إلى 226 كيلوغراما، وذلك وفقا للاتحاد العالمي للحياة البرية. يعيش الأسد الإفريقي في أنغولا وبوتسوانا وموزمبيق وتنزانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأجزاء أخرى من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فهم يهيمنون على أراضي مساحتها 259 كيلو مترا مربعا. ووفقا لناشونال جيوغرافيك يتكون هذا الإقليم من مراعي وغابات مفتوحة. وعلى الرغم من أن الأسود الإفريقية كانت تعيش في معظم أنحاء إفريقيا فقط، إلا أنهم وجدوا الآن في جنوب الصحراء وأجزاء من جنوب وشرق إفريقيا. الأسد الإفريقي يأكل الحيوانات الكبيرة التي يجدها في المراعي، فهو يستهلك مجموعة واسعة من الفرائس بما في ذلك الظباء والحمار الوحشي والزرافة والجاموس وفرس النهر والحيوانات البرية الأخرى. أسد الجبال. يأتي أسد الجبال بعد البشر في كونه يشكل أكبر مجموعة من الثدييات الأرضية، ممتدة من شمال كولومبيا البريطانية وصولا إلى الأرجنتين، أي في نصف الكرة الأرضية الغربية. وهي تعيش في مجموعة متنوعة من البيئات كالغابات والبراري والصحاري والمستنقعات. فهي قطط تستطيع التكيف مع مختلف الظروف البيئية، وغالبا ما تعيش أسود الجبال منفردة إلا في أوقات التكاثر أو عندما تقوم الأم برعاية صغارها. وبالرغم من هذا فهو لا يعني أنها لا تتواصل فيما بينها، كما أنها تعيش في نطاقات منزلية تتباين في مساحتها وتقارب 201 كيلو مترا مربعا. وهذا ما يؤدي إلى تداخل هذه المناطق، ولذا فهي تشترك سويا في بعض الأجزاء. أسود الجبال متوسط أحجام أجسامها يعود لمناطق معيشتها وموقعها الجغرافية، بحيث تم رصد الأسود ذوات الحجم الأصغر بالقرب من خط الاستواء وذوات الحجم الأكبر بالقرب من القطبين. وعموما فإن ذكورها تزن ما بين 52 إلى 100 كيلو جرام، ويبلغ طولها حوالي 2.4 متر. تصنف أسود الجبال على أنها قطط صغيرة، فهي لا تزأر إنما تمو. من سيفوز؟
وزن أسد الجبال المتوسط حوالي 53 كيلوغرام. يصل وزن بعض الذكور البالغين إلى 100 كيلوغرام، في حين أن ذكر الأسد الإفريقي يمتلك ما يزيد عن ضعف منافسه، وهو أيضا أكثر عدوانية وشراسة. على الرغم من هذا كله، فأسد الجبال يتميز بالحركة والسرعة العالية، إلا أن حجمها الأصغر والخبرة القتالية أقل بكثير من الأسد الإفريقي. في صورة نشوب معركة بينهما، فإن الأسد الإفريقي سوف يرتك بأسد الجبال. الفائز هو